بعض الفئات ليس عن وعي، تتدرج ويعني تجد نفسها في أزمة إتجار، لم تبدأ بإتجار ولكنها انتهت في إتجار. والحاجة والبطالة وهي جريمة عادلة للحدود الوطنية والإقليمية، إما البلد بتبقى بلد منبع أو عبور أو استقبال. الحقيقة يمكن بالرغم من الجهود المبذولة في إطار القوانين القائمة وفقاً للاتفاقيات الدولية والمحلية، ولكن القوانين وحدها لا تكفي. إلا أن تحدي مكافحة هذه الجريمة يعد من أصعب أنواع القضايا على إطلاقي، ولذلك يحتاج إلى كثير من سبل واستراتيجيات المواجهة عوضاً عن وجود القانون. حتى لو فعل هذا القانون فلدينا أيضاً الكثير لنفعله من أجل ليست فقط معالجة الظاهرة ولكن معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الظاهرة. مصر تعد من الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. فكنا نتخذ كثير من البرامج التي يمكن أن تستخدم كذريعة للإتجار بالبشر، نطبق وننفذ كثير من البرامج التي تحمي من البدء الفئات التي يمكن أن تتعرض لهذه الجريمة. لذلك حمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف إنسانية ولا رحمة.